بونجور تاسع. بونجور تاسع، معكم مدامها. Je suis à la page 80. Grammaire, le complément d'objet indirect, unité 4. أنا بالوحدة الرابعة بالقواعد، صفحة 80 للصف التاسع، ودرسنا القواعد اليوم عن المفعول به الغير مباشر. درسنا الكومبليمون دوبجي ديريكت، حكينا عن المفعول به المباشر وكان سهل علينا لأنه مثله مثل العربي، بس إنه هلا يجيني مفعول به غير مباشر، هذا هو اللي شوي بده تركيز، وإذا ما ركزت عليه تسحب معي، بيسحب الغلط معي للبكالوريا. طالما انا عم بدرس بالفرنسي لازم اعرف اميز بين المفعول به المباشر والغير مباشر، خاصة انه بالعربي ما في عندي شيء اسمه مفعول به غير مباشر، اللي بنرمز له بسي او اي، اما المفعول به المباشر طبعا هو مفعول به انديريكت، يعني الاي هي هي، اما المفعول به المباشر فهو ديريكت، بيكون سي او دي لانه بيبدا من هون، يعني مباشر بيبدا بالدي، لذلك بيكون الرمز سي او دي، اما الانديريكت لانه بيبدا بالاي فبصير سي او اي، يعني مفعول به غير مباشر. بدي اكتب شوي على صفحه بس لحتى نميز بين المفعول به المباشر والغير مباشر. خليكم معي، لاحظوا انا شو راح اكتب هلا. شوفوا الجمل، بدي أعطي مفعول به مباشر وغير مباشر. Je mange la pomme. إذا قلت بالعربي أنا آكل التفاحة، هذا سيجي فاعل، فيرب الفعل، وهذا هو complément d'objet direct المفعول به المباشر. كيف بعرف اعرابه مفعول به مباشر؟ يعني سي او دي، complément d'objet direct، كيف بعرفه انه هذا هو المفعول به؟ لما بسال على الكلمه هي، اذا كانت انسان بقول كي، واذا كانت غير انسان غير حي بقول كوا. انا اكل ماذا؟ كوا أكل ماذا؟ أنا أكل التفاحة. الكلمة اللي بتجيني جواب على كوا بتكون هي complément objet direct. Je mange la pomme. أنا أكل التفاحة. J'aime mon père. أنا sujet. Aime أحب. Verbe. J'aime qui؟ أحب من؟ أحب أبي. Mon père، complément objet direct، complément d'objet direct، وهذا كمان complément d'objet direct، بس qui للأشخاص، quoi للأشياء. آكل ماذا؟ آكل التفاحة، مفعول به مباشر. أحب من؟ أحب أبي، مفعول به مباشر. هذا هو الكومبليمون اوبجي ديريكت، سميناه مباشر لانه المفعول به مباشره ديريكتومون ابري لو فيرب، المفعول به المباشر بيجي مباشره بعد الفعل، مباشره بعد الفعل. ابي هي كلها مع بعضها لانه هي هدول ادوات. خلينا نشوف الجمل الثانيه اللي بدي افرق بيناتهم. مثلا بقول il parle à ses parents. هو يتحدث إلى أهله. صاروا غير شيء، غير تركيب صار. كيسك اليا إسي؟ أنا شو شايفه هون؟ هو يتحدث إلى أهله. sujet verbe هذا préposition حرف جر، نعرفه بالعربي préposition حرف جر. يتحدث إلى أهله، إذن ses parents صارت
شو فرق بينه وبين الفعل؟ هون ديريكتومون، هون انديريكتومون، غير مباشر. ما عاد المفعول به جنب الفعل مباشرة. فرق بينه وبين الفعل بريبوزيسيون حرف جر ا، يعني ما بعد احسن اسال كي او كوا، بقول il parle à qui للاشخاص، il parle à quoi للاشياء، بدل كي او كوا صار à qui à quoi. هو يتحدث الى من؟ الى اهله. il parle à ses parents، صار هذا اسمه سي او اي، مفعول به غير مباشر. شو فرق بينه وبين الفعل؟ بريبوزيسيون ا. il parle de la forêt. هو يتحدث عن الغابة. complement d'objet direct ou indirect، مباشرة بعد الفعل؟ non، il y a une préposition de. هو يتحدث عن، هو يتحدث إلى، هو يتحدث عن. طالما صار في حرف جر بين الفعل وبين الكومبليمون، صار هذا اسمه كوا، اسمه C-O-I، complément d'objet indirect. كيف بسأل؟ il parle de quoi؟ de qui للأشخاص، de quoi للأشياء، عن من عن ماذا، à qui للأشخاص، à quoi للأشياء. إذن complément d'objet indirect هو مفعول به، بس صار في بينه وبين الفعل بريبوزيسيون ا او دو. لذلك طبعا ال ا ممكن تكون او، ممكن تكون ا الابوستروف، ممكن تكون ا او اكس، هذول ناخذهم واخذينهم ونرجع بناخذهم كمان. هي دو، دو لا، دو الابوستروف، كلياتهم. بس المهم في فرق بين نزل هالحرف الجر بين المفعول به وبين الفعل، لذلك صار complement d'objet indirect. هلا وقت بكون في عندي افعال بتاخد الديريكت والانديريكت مع بعض، انا بعرفهم من وجود حرف الجر. مثلا اذا قلت je donne la pomme à mon frère. شوفوا هالجملة هاي، فعل بياخد أعطى، أعطى سوجي فاعل فيرب. الفعل أنا أعطي التفاحة إلى أخي. جي دو كومبليمون، عندي مفعولين، واحد كومبليمون دوبجي ديريكت، واحد كومبليمون دوبجي انديريكت. أين هو الديريكت؟ يلا يا شاطرين، اللي ما في بينه وبين الفعل بريبوزيسيون. je donne quoi، je donne la pomme، complément d'objet direct، انا اعطي التفاحه. je donne la pomme à qui، à qui، حرف جر بريبوزيسيون avant le complément، اجا قبل المفعول به حرف جر، اذا هذا صار complément objet indirect. je donne la pomme à qui، à mon frère. اذا في عندي افعال تاخذ complément d'objet direct، complément d'objet indirect، وانا ما بيهمني، انا اللي بيهمني اني اعرف في حرف جر المفعول اللي بعده complément d'objet indirect، والحرف الجر ا او دو. ما في حرف جر، اذا الحرف جر هو بريبوزيسيون، يعني انا بالكومبليمون دوبجي ديريكت. لا تقولوا لي لسه ما فهمنا، اون ريفيان ان اوتر باج. لي مانتنو، لي لي ديالوغ، اقرا الحوارات، حلل الجمل، ثم اكمل الجدول التالي. خلينا نقرأهم وبعدين
منحل. جي سي فراز، عندي ست جمل، كيستيون اي ريبونس. تو بران تون بوتي ديجوني، انت عم تاخد فطورك. نو جو في ما تواليت، لا انا عم بستحم، انا عم بستحم، عم باخد حمام. كو في سامي، شو عم يعمل سامي؟ il s'occupe de son petit frère. هو يهتم بأخيه الصغير. Tu vois Fouad؟ انت شايف فؤاد؟ Non, mais je téléphone à Rami pour savoir de ses nouvelles. بس انا اتصلت برامي حتى اعرف عن اخباره. À quoi penses-tu؟ بشو عم بتفكر؟ Je pense à mes vacances. عم بفكر بعطلتي. Tu te souviens du dernier week-end? انت متذكر شي عن اخر عطلة؟ Oui, c'était super. كانت روعة. Qu'est-ce que tu as fait? انت شو عملت؟ Mon ami parle toujours. Qu'est-ce que tu as شبك؟ مو شو عملت. Qu'est-ce que tu as شبك؟ شو فيك؟ Mon ami parle toujours de ses vêtements. C'est ennuyeux. رفيقتي دايما بتحكي عن لبسه. وهالشي هذا مزعج. اي والله فعلا مزعج. طيب خلينا نشوف observons les phrases، نراقب الجمل. هلا بدي اشوف الافعال و les verbes et leur complément، وين مفاعلهم. tu prends ton petit déjeuner، عم تتناول فطورك. tu sujet prend verbe ton petit déjeuner complément d'objet direct fichier préposition à ou deux ma fi انت تتناول فطورك. انت تتناول فطورك. non quelle je fais ma toilette انا اخذ حمام. sujet verbe complément d'objet direct في بريبوزيسيون ما في. كو في سامي، ماذا يفعل سامي؟ il s'occupe de son petit frère، هو يهتم بأخيه الصغير. sujet verbe complément. qu'est-ce qu'il y a avant le complément؟ une préposition de، هو يهتم ب. إذن complément d'objet indirect. ليش؟ لأنه في préposition de. هل هو يهتم بأخيه الصغير. tu vois Fouad؟ شفت شي لفؤاد؟ non mais je téléphone أنا عم بتصل برامي، أرامي pour savoir لحتى أعرف شي عن أخباره. je téléphone à Rami. Sujet, verbe, complément. Qu'est-ce qu'il y a avant le complément? Préposition A. Zanad, C, O, I. Complément d'objet indirect. À quoi penses-tu? Je pense à mes vacances. Ana, ambafakir, bi, atlti. Sujet, verbe, complément. Qu'est-ce qu'il y a avant le complément? Préposition. Izan, complément d'objet indirect. Tu te souviens du dernier week-end? هل تذكر شيئا عن عطلة الأسبوعية؟ Tu, sujet. Te souviens, verbe. Du, préposition. Dernier week-end, complément. Il y a une préposition de, le, ça va être du. Donc, c'est au complément d'objet indirect. انت تذكر شيئا عن العطلة. Oui, c'était super. كانت رائعة. Qu'est-ce que tu as? شباك. Mon ami parle. Mon ami, sujet. رفيقتي. Parle, verbe. Toujours, adverbe. ظرف. ظرف. صديقتي تتحدث دائما de ses vêtements. عن ملابسها. Complément. Parce qu'est-ce qu'il y a avant le complément? Préposition de. Donc,
c'est un complément d'objet indirect. شايفين ما هو نو في قبل المفعول أ أو دو بيكون complément d'objet indirect. ما في بيكون complément d'objet direct. Prends ton petit déjeuner, fais ma toilette. Complément d'objet direct, will buy à son petit frère, à l'ami, à mes camarades, à mes vacances, du dernier week-end, de ses vêtements. Mou sahab abadan. بدنا أملأ هون التابلو نشوفه كيف ملينا voilà الفيرب الفيرب هون الأفعال اللي مروا معنا preposition حرف الجر النو الاسم اسم المفعول به أو group de nom أو مثلا مثل petit déjeuner كلمتين ما كلمة واحدة petit frère أخو الصغير كلمتين بس هدول كلهم بيتبعوا نفس الكلمة يعني اسم إعراب مفعول به COD يعني complément d'objet direct COI complément d'objet indirect prend verbe ما في préposition تناول فطوره complément d'objet direct هون complément وهون الverbe بس هو complément d'objet direct fait ma toilette verbe complément d'objet direct s'occupe اهتم de préposition son petit frère complément d'objet indirect tu vois فؤاد voix verbe فؤاد complément d'objet direct ma fille préposition téléphone verbe a préposition rami complément d'objet indirect pense verbe a préposition mes vacances, complément d'objet indirect. Te souviens, verbe du, préposition dernier week-end, complément d'objet indirect. Parle, verbe de, préposition. Ses vêtements, complément d'objet indirect. Mettel hey, hey no, no. Le groupe de noms, mettel petit déjeuner, petit frère. dernier week-end هدول يكونوا group de nous يعني أكثر من كلمة on passe à B réponds aux questions suivantes quels verbes ont des compléments d'objet direct أين أفعل كامل أردي مفعول به مباشر prends Fais, vois. Prends ton petit déjeuner, fais ma toilette, vois, فؤاد. معطيناها هون voix, هذا الverbe, هذا sujet, هذا complément objet, direct. C'est عندي trois verbes, أردين, complément d'objet, direct. Et les restes, الأفعال الباقية, quels verbes ont des COI et أردين, مفعول به, غير مباشر. Pourquoi y a-t-il cette différence? ليش فيها الفرقات? Pourquoi? Surtout تعرفوا. Parce qu'il y a une préposition avant le complément. C'est un complément d'objet indirect parce qu'il y a une préposition لأنه في حرف جر à ou de avant le complément d'objet. قبل المفعول به. هذا هو الفرق بيناتهم. Donc, Quels verbes ont des compléments d'objet direct? Prendre, أخذ, faire, فعل, voir, رأى. أخذ شيئا, فعل شيئا, رأى شيئا. Quels verbes ont des compléments d'objet indirect? S'occuper de, اهتم بي, téléphoner à, اتصل بي, penser à, فكر بي, se souvenir de, تذكر شيئا عن, parler de, تحدث عن. وملاحظة مو يعني إذا الفعل بياخد حرف جر بالعربي يكون بياخد حرف جر بالفرنسي أو بالعكس نحن عم نحفظ فرنسي نحفظ كل شيء له علاقة بالفرنسي وأنا نربطهم مع بعضهم بأن وقت بربط بس للتقريب الفكرة Pourquoi y a-t-il cette différence? Parce que les compléments, là, nous, le mafolbi, ne viennent pas directement, lam yati, el mafolbi, mubasharatan, après les verbes.
ما أجا مباشرة بعد الفعل. Qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et le complément? Il y a une préposition. شو كان في بين الفعل وبين المفعول به؟ كان في préposition. لذلك سميته complément d'objet indirect. Je déduis la règle. بدي استنتج القاعدة. Complète les mots. أكمل بالكلمات التالية. Préposition حرجال. Quoi, ماذا, verbal, فعلي, de, حرف جر, عن, أو من, qui, من, indirect, غير مباشر. Le COI est un complément du verbe et il fait partie du groupe. Il subit l'action du sujet de manière, إذا المفعول به الغير مباشر هو مفعول لفعل. وهو يشكل جزءا من المفعول يشكل جزءا من المجموعة الفعلية. الفعلية هاي هون الفعلية group verbal يشكل جزء من المجموعة الفعلية. il subit l'action هذا المفعول يقع الفعل عليه من قبل الفاعل بطريقة غير مباشرة d'une manière indirect تحت لهوني بطريقة غير مباشرة. Il est constitué ويتألف d'un mot من كلمة ou groupe de mots أو أكثر من كلمة. Il complète ويكمل un verbe الفعل suivi الذي يتبعه de la préposition حرف الجر a أو de et répond aux questions ويجيب على الأسئلة à qui, à quoi, de qui, de quoi. خلينا نشوف القاعدة. Le complément d'objet indirect مفعول به غير مباشر هو مفعول فعل وهو يشكل جزء من المجموعة الفعلية يعني تابع للفعل يعني الفعل بياخد هالحرف الجر دايما يعني أنا مثل ما بقول بالعربي بقدر بقول ذهب البحر؟ لا ذهب إلى لأنه الإلى هي في بارتي دو جروب فيربال حرف الجر إلى هو يشكل جزء من المجموعة الفعلية يذهب إلى تحدث إلى تحدث مع فلذلك هو بارتي دو جروب هو جزء من المجموعة الفعلية il subit l'action ويقع عليه فعل الفاعل de manière indirect on fait indirect بدأ هون بدأ de manière indirect بطريقة غير مباشرة الفعل يقع على الفاعل هو يتحمل الفعل الذي يقوم به الفاعل بطريقة غير مباشرة indirect. Il est constitué ويتألف من كلمة أو مجموعة كلمات وهو يكمل فعل يتبعه حرف الجر A أو de ويجيب على الأسئلة à qui, à quoi, qui للأشخاص, quoi للأشياء, de qui, de quoi, للأشخاص, للأشياء. ما هذا اللي لسه ما فهم بعد كلاد عم بحكي فيه جابليك لا غير بدي أطبق القاعدة سو ليني يعني ضع خطا تحته سو ليني ليني خط سو تحته ضع خطا تحته اسم الكمبليمون دوبجي انديري المفعول به اللي بعد الفعل وقبله أ أو دو بيكون كمبليمون دوبجي انديريكت جو بونس Je pense aux dernières vacances. Sujet أنا أفكر. Aux dernières vacances. Complément d'objet indirect. Oui, préposition هاي. أصلا. À les. À les, ما فعلنا à les بالفرنسي بتصير au.
أنا أفكر بالعطلة الأخيرة. العطلة الأخيرة هي المفعول به غير مباشر. La mère, الأم, prépare, تعد un gâteau à ses enfants, لأولادي. أخذ مفعولين. Sujet, verbe, complément d'objet direct, préposition, complément d'objet indirect. لو كان بدون ديريكت قلت له نهاد. الأم تعد الحلوى لي لي préposition ses enfants c o i الأم تعد الحلوى لأطفالها. Je me souviens أتذكر شيئا عن sujet verbe préposition mes dernières aventures كلياتها هذا group du nous مجموعة اسمية c o i أتذكر شيئا عن عطلتي الأخيرة. غني parle sujet verbe préposition complément d'objet indirect. رني يتحدث عن مشاكله. لا تجيبنا عليهم حلوا لوحدك. Nous avons téléphoné à nos parents. Sujet verb الماضي نحن تحدثت اتصلنا نحن اتصلنا بي بريبوزيسيون اهلنا سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. تمام فهمنا الدرس تمام بتمنى ذلك. كانت معكم مدام مها بتقولكم اوغوفوار على بروشين فوا باي باي.